وبناء على حرصنا لتطوير العلاقات على المجال السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والفني والثقافي والإنساني، أكدنا لسيادة الرئيس دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن يقوم بزيارة إلى موسكو. والآن شكل أساس لعلاقاتنا الثنائية البيان للتعاون الاستراتيجي المؤرخ بسنة 2001، واليوم أكدنا على ضرورة العمل المشترك لإعطاء لتعاوننا الثنائي التابع الأكثر استراتيجيا، وذلك من خلال التوقيع والتمهيد أولا للوثيقة الجديدة قد يكون أساس لعلاقاتنا الثنائية من هذا النوع. أكدنا كذلك وأشرنا إلى الارتياح حيال التطور للعلاقاتنا الثنائية، حيث وصل حجم التبادل التجاري خلال السنة الماضية 3 مليارات دولار، وعندنا فرص للتوصل إلى آفاق أوسع من ذلك. وهناك اهتمام من قبل شركات روسية لتطوير علاقاتها مع الشركاء الجزائريين في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والتعدين والاستكشاف والصيدلانة، وإن كل هذه المسائل سوف تشكل جوهر المناقشة لجلسة القادمة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني من المزمع عقده في القريب العاجل في الجزائر. وناقشنا كذلك التعاون في مجال العسكري والفني والتنسيق اللاحق في هذا المجال، ونحن في روسيا نقدر تقديرا عاليا الثقة الموضوع من قبل السلطات الجزائرية بالتعاون في هذا المجال. اتفقنا على الخطوات اللاحقة للتعاون في المجال الإنساني والثقافي والتعليمي، ونحن من جانبنا مستعدين لتقديم للأصدقاء الجزائريين المزيد من المنح الدراسية لتلقي علوما في جامعات تعليمية روسية. ناقشنا آخر الملفات على المستوى العالمي والمزيد من التنسيق المشترك من شأنها على مختلف المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، وكذلك مختلف المحافل المتخصصة بما في ذلك منتدى الدول المصدرة للغاز وإطار أوبيك بلس. وميزة إضافية تميز علاقات بين روسيا والجزائر هو أن كلا البلدين هما عضوان في مجموعة الأصدقاء لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نرى آفاق واعدة لعمل في هذا الإطار. وبلغنا الطرف الجزائري حول آخر التطورات في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا بشراكة مع المجندين من إقليم دونباس، ونحن نقدر تقديرا عاليا الموقف الجزائري المتزن وموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا سواء كان في العلاقات الثنائية أو في مختلف المحافل الدولية. السؤال إلى الوزير الروسي، ما هو معاملة روسيا تجاه المقترح الجزائري للعب دور الوسيط فيما بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك ما هو موقف موسكو حيال الإمدادات من الغاز إلى مختلف دول الجيران للجزائر مثل المالي؟ فيما يخص الموقف الجزائري حيال القضية الأوكرانية، لقد أعطيت تقييما عاليا لهذا الموقف، وقبل كل شيء نحن مشكورين على التفهم الجزائري للمجموع من القضايا التي تتراكم والمرتبطة بهذه الأزمة وبمحيطها. وفعلا فإن الجزائر هي عضو لفريق العمل المشترك للجامعة العربية حول أوكرانيا، ولقد زار هذا الفريق روسيا مؤخرا كما زارت كذلك أوكرانيا حيث أجروا مفاوضات مع وزير خارجية أوكرانية. وكما أشرت سابقا فإن الموقف العربي الموحد تعطي في إطار الموقف الموحد في الجامعة العربية، ونحن نعتبر أن هذا الموقف متزن وموضوعي. فيما يخص الأوضاع في المالي فإننا مقتنعين بضرورة بذل قصارى الجهود لمساعدة كافة الأطراف لبدء الحوار السياسي لإعادة المرور والسير بالاتفاقية السلمية، والأساس المتين لذلك قد يقدم الاتفاقية السابقة التي تم التوقيع عليه في الجزائر في سنة 2015. نعتقد أنه لا في فائدة في إعلان المزيد من العقوبات على القيادة الحالية في مالي. في
فيما يخص المزيد من الإمدادات من الغاز فنحن كما هو الحال مع الجزائر نقف إلى جانب الموقف الموحد في إطار منتدى دول المصدرة للغاز للوفاق بالاتفاقيات السابقة، وسوف يكون هو الحال في المستقبل. ما هو موقفكم حيال المقترح الأخير للسيد بوريل رئيس الدبلوماسية الخارجية للاتحاد الأوروبي حول إمكانية تسليم الأصول المجمدة الروسية إلى السلطات الأوكرانية حالها السرقة مباشرة؟ موقفنا معروف تجاه ذلك، فنحن تعودنا على تبني مثل هذه العوامل كما هو الحال في أفغانستان، حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد الأصول للبنك المركزي الأفغاني، ولا يستعملون هذه الأموال لإعادة بناء بأفغانستان المدمر نتيجة لأعمال حلف الناتو خلال 20 سنة الماضية، ولكن هذه الأموال موجهة لتحقيق أهداف أخرى. وأنا أؤكدكم نحن نبذل قصارى جهودنا في عملنا الضؤوب لعدم السماح بإقامة عالم أحادي القطب، وذلك في السعي لاختراق الأسس التي تم تشكيل على أساسها منظمة الأمم المتحدة. Спасибо, всего вам доброго. شكرا وكل خير. شكرا.